السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام لمتابعين حياتنا بكل بساطة مع أمان. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة وجبة فطار للمغتربين خصوصا، يعني معمولة لأستاذ محمد وأستاذ خالد اللي كلمونا على المباشر وكلمونا على القناة وعايزين وجبات للفطار حلوة. النهاردة هنعمل وجبة فطار حلوة وبسيطة كده. أول حاجة معايا طاسة على النار، وهحط فيها حوالي 3 معالق زيت، أي مادة دهنية أنتوا تحبوها، يعني زيت، سمنة، براحتكم، بس أنا بفضل الزيت عشان خفيف. وأول ما يسخن هنزل عليه بالبصل يغير لونه بس معايا، أنا بديله بس تشويحة كده يدبل كده بس معايا كده ويغير لونه شوية. هضيف عليه 2 فصين ثوم مفرومين، برضه ياخدوا تشويحه كده ويطلع ريحتهم. اول ما لونه بقى، شايفين لونه بقى ذهبي خفيف كده، اول ما لونه غير معايا بالشكل ده هنزل عليه بالطماطم. بصوا الطماطم انا مقطعاها مكعبات صغيره جدا، ممكن تضربوها في الخلاط يعني عادي كده او كده، لكن هي بتبقى كده احلى، يعني بتبقى متماسكه وما تاخدش معاكي 5 دقايق، يعني كده ما تاخدش معاكي وقت، لو ما تاخدش معاكي وقت تمام. هسيبها بقى تجيب ميتها كده شوية. الطماطم بقى بعد ما دبلت معايا بالشكل ده هضيف 1/4 كوباية مية، بصوا حبة مية صغننين خالص، 1/4 كوباية مية، وهسيبها تاخد غلوتين كده مع الطماطم علشان الطماطم تطرى معايا شوية كمان تمام. هخليها تاخد غلوة كده ونرجع نشوف. دلوقتي بقى بقت معايا بالشكل ده، هضيف فلفل مكعبات كده واديله برضو حوالي 1/2 دقيقة كده تشويحة معاها. هضيف بقى رشة ملح ورشة كمون، ادي الملح، هنضيف بقى كمان رشة كمون، ادي رشة كمون، اهي هي كده معايا تقريبا جاهزة. هبدأ بقى هاجي كده في الجنب، هوسع مكان كده تمام، وهنزل ببيضة بسم الله بالشكل ده، هوسع بقى كده كمان مكان وهحط كمان واحدة، يعني العدد بقى اللي تحبوه، انا هحط 3 هنا على الطاسة دي كويسة جدا كده. انا حطيت البيض خلاص، هرش بقى على كل بيضاية كده رشة ملح بسيطة كده، حاجة بسيطة خالص عشان ما تبقاش دلع معاكو، وهحط كمان رشة فلفل اسود على البيض نفسه. انا فتحت الشباك بقى ينور معانا كده، هو كمان ادي رشة الفلفل. يلا بقى ده فطار، كل ده الصبح. هسيبها بقى هغطيها وهسيبها لمدة حوالي 2 دقيقة على نار هادية، ما بتاخدش اكتر من 2 دقيقة وبتلاقوها استوت ان شاء الله. ده بقى كان شكلها النهائي، شايفين شكلها يفتح النفس بصراحة، حاطة جنبيها جبنة وخيار، يعني حلوة قوي في الفطار. ما خدتش معايا غير 5 دقايق بس. يا رب يكون حلقه النهارده عجبتكم، طبعا الحلقه اهداء الاستاذ محمد واستاذ خالد، ربنا يرجعهم بيوتهم يا رب بالسلامه. محمد واقف جنبي ياكل في الخيار. دي كانت حلقه النهارده معاكم، يا رب حلقه النهارده تكون عجبتكم. لو عجبتكم اتمنى زياره صفحتنا على الفيسبوك والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.